ايه نزل لك من السما؟ قول لي، انت تعرفه قبل كده؟ هو اني معرفوش، بس معرفش ليه. يعني اول ما قال لي اني الشيخ حسن دبار قلبي ارتاح له. خلي قلبك دايما دليلك يا حامد، ارجع له واستفتيه، استفتي قلبك كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. صلى الله وسلم وبارك. بس يابا، يعني الراجل ده غريب قوي، ايه اللي جيبه من اخر الدنيا عشان يسعفني؟ انت تعرف مين الشيخ حسن طبار ولا عمل ايه يا ناجي؟ لا يابا الصراحه ما اعرفش، بس يعني هو قال قدام انا وحامد ان هو قال كلمتين كده ان هو بيحارب الفرنساويين زيه زينا بالظبط. زيه زيكم؟ الشيخ حسن طبار اتاه الله من النعم الكثير والكثير. يا حامد ده عنده فلوس لا تعد ولا تحصى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما سليمان ابنه قاعد اهو. سليمان، احنا ما بنحسدش ولا حاجه يعني. قول لي ثروه ابوك قد ايه؟ الله، ما تقول احنا ما بنحسدش. قول اعوذ برب الفلق. 5 مليون فرنك. بسم الله ما شاء الله. 5 مليون؟ ما هو بونابرت قال ده اغنى واحد في بر مصر. عندك كم مركب يا سليمان؟ 5. 5 مراكب؟ 5000. بسم الله ما شاء الله، 5000 مركب، يعني أكبر أسطول في بر مصر. ما شاء الله. الراجل سخر كل ما يملك من أجل مقاومة الفرنساويين. الفرنساويين حرقوا الأسطول ده وحرقوا بلده وجابوها على الأرض عشان يكسروه، لكن الراجل لا، ازداد صلابة وقوم أكتر. الراجل كبدهم خسائر فادحة في معسكراتهم وفي عساكرهم وانسحبوا من قدامه كذا مرة. انسحبوا كذا مرة. يعمل إيه بقى بونابرت؟ طلب يقابله كذا مرة، إنما الشيخ حسن رفض، رفض في إباء وشمم. قال أشتريه. قام عمل إيه؟ بعت له هدايا من ذهب ومجوهرات. يقبلهم؟ لا، ازداد شراسة وازداد مقاومة ليهم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.